لدي الآن أحد أقرباء المخطوفين الذين ينتظرون منذ ليلة أمس خروج أحد أفراد عائلته من داخل معبر الموارد المائية. السيد غسان، لو تحدثنا سيد غسان عن ما وردكم من أقربائكم أو الاتصالات التي جرت بينكم وبين أحد أفراد عائلتك المحتجز داخل لدى فيلق الرحمن. نحن مبسوطين بالانتصار اللي عم يحققه الجيش وعم يحققه البلد. نحن بس اهالي المخطوفين عندنا غصه تجاه يعني اقربائنا المخطوفين وإلن عده سنوات كبيره، يعني معاناتنا كانت كبيره بموضوع المخطوفين، بس احنا كان في تواصل، يعني بنعرف نحن متاكدين من خلال التواصلات الموجوده انه هن كانوا موجودين بمنطقه عين ترمى مع فيلق الرحمن. بالاتفاق اللي صار يعني نحن عندنا غصة انه الجانب الروسي او الراعي الروسي لهالاتفاق يعني من لومه ليش ما اعلن اسماء المخطوفين، يصير في اعلان لاسماء المخطوفين ومواقيت طلعتهم. نحن قلنا 3 ايام مستنفرين هون وتاركين شغلنا لحتى نطمئن، لانه تعب له عدة سنوات ونحن عندنا بصيص امل هلا انه يطلعوا. يعني نحن هذا الموضوع اللي بنتمنى انه نعرف يعني معلومات عن اسماء الموجوده المخطوفين الموجودين عند هالجهات اللي صار مع الاتفاق والتوقيت التقريبي اللي بده يطلعوا فيه يعني، ونطمئن عليهم. نحن عندنا تخوفات انه يعني هذه عدم الاعلان وعدم المعرفه بهالموضوع هذا، بنخاف انه ينتقلوا لجهات ثانيه يعني عبر انفاق عبر كذا، يعني بنخاف نحن انه يتم تسليمهم لجهات ثانيه. بنخاف انه هالحافلات اللي عم تطلع يكون مع احد هالمخطوفين، يعني اذا كان ما في دقه بالتفتيش او بالتدقيق او بهيك هيك، لانه هذا الموضوع نحن بنعرف انه صار بهيك نوع من الحالات. يعني نحن اهالي المخطوفين مسرورين بالانتصار اللي عم يصير، بس الغصه هذه بنتمنى هيك تزيل هالشوائب يعني بموضوع المخطوفين ونعرف عنه شيء تفاصيل. يعني شكرا لك سيد غسان.